انا مش عارف بتغني ايه وبتغني لمين اللي بتغني في الصاله دي. ما خلاص خربت، خلاص خربت، بنت لبتها. الظباط عايزين يحكموا ودقنا اهي، المعايير نفسهم وزراء في اول جمهوريه رئيسها محمد نجيب بتاعهم. إلي صديق في مجلس القياده قال لي ان في زلمه شاكيني للمجلس، وفي اعتقادي انهم راح يقبضوا علي. يا اخوان بودعكم لاني مش من المصلحه وجودي معكم، مفيش داعي باخدكم معي للسجن. وعلى اي حال كلها ايام وبطلع من مصر للاردن ومنها ليافا من شان اطلع امي وابويا واختي من هناك لو حتى بموت. يا انور ما كلنا رايحين رايحين، انا متاكده ان هم هيسجنوا الشيوعيين زي ما بداوا يقبضوا على بقيه اعضاء الاحزاب التانيه التقال. الوحيد اللي مش هيدخل السجن معانا هو حسن الجنايني عشان اخو فريد الجنايني عضو الامانه العامه لهيئه التحرير. فريد الجنايني هو اللي هيخش معاني؟ لا يا امان، فريد الجنايني لو طال يذبحني ويقطع لحمي قدام مجلس القياده هيعملها، علشان يعملوا له تمثال بالظبط في نفس المكان اللي ذبحني فيه. لا 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 مستحيل، الثوره قالت انها للعمال والفلاحين، جايز يقبضوا على البشوات والبهوات والخونه، لكن احنا ليه؟ احنا منهم، دول حلوا الاحزاب، واحنا اصلا ما كناش حزب. مالنا احنا بقى مرحل الاحزاب؟ يا ابني اسمع كلام كبيرك، الوحيدين اللي مش هيقربوا لهم هم الاخوان المسلمين. طبعا مش هم دول اللي الضباط استثنوهم من الحل وقالوا عليهم جماعه ما هماش حزب؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ معناه ان الضباط متلونين بلون الاخوان وبس، والباقي كله على المعتقلات عشان ما حدش يعارض في اي حاجه. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لا يا رفقاء، لما تحبوا تقعدوا يا حبايبي اقعدوا في حته تانية، ما تودوناش في داهيه. ده انا ما صدقش الواد سلوى لما قال لي لا يا حبايبي يلا من هنا، لو عايزين تقعدوا تقعدوا في الصاله تقعدوا في اي حته، يلا يا اخوان وهو يلا يا حبايبي يلا. ثورتنا بيضة والبياض لون الحليب، فيها الهلال اللي اتحد ويا الصليب، السعد نزل هاني. ما تفضحيني يا بابا، انا اللي زي ما يصحش اسهر في اماكن عامه بالشكل ده. تفضحك انت ليه؟ يلا بينا، انا تعبان عايز اروح ارتاح. خلي نبيله ومدحت يكملوا السهره، دول ما صدقوا يقعدوا مع بعض. يلا يا اخويا لو تعبان ما تروح انت يا راجل. انت ناسي ان انا اللي عازمه حضره الظابط وبلبل حبيبتي؟ تقدري تكملي السهره انت وحضره الظابط، انا هروح مع بابا. يلا قوم يلا يلا يا اختي يلا. ما تتوسلش لحضرة الضابط يا رفيق أحمد، هاي أوامر بينفذها وهاي الأوامر ما هياش علي. وراهم تمام يا فندم، السيد منير الدلة وصلاح شادي من الإخوان المسلمين. خليهم اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. احنا عارفين حجم مشاغلك،
البلد مقلوبة بعد قرار حل الأحزاب والقبض على السياسيين القدام والشيوعيين، وربنا سبحانه وتعالى يقويكم على المعارك العنيفة اللي هتدخلوها. هيقوينا ربنا يا سيد منير، لأننا مخلصين وعايزين البلد تبقى كويسة فعلا، مش عايزين حاجة لروحنا. ولو كانت الأحزاب فهمت اللي احنا عايزينه وساعدتنا، كانت وفرت على نفسها وعلى مصر كلها الطريق، ما كناش اضطرينا نحل الأحزاب، وكنا عملنا الانتخابات الشهر اللي جاي زي ما وعدنا. ده كله كويس يا سيد جمال، والدعاء ربنا انه يوفقكم مش وحش. وزي ما قالك الأخ منير، احنا مش عايزين نعطلك، وباختصار كده انتوا ناويين على ايه معانا؟ مش فاهم. اظن احنا ما حلناش جماعة الاخوان مع الاحزاب بسبب مساندتكم للثورة، وخدنا منكم ثلاثة في لجنة وضع دستور، السيد عبلاد العودة والسيد صالح عشماوي والسيد حسن العشماوي، وقبل كده طلبنا منكم ثلاثة في وزارة محمد نجيب وانتوا رفضتوا. يا سيد جمال، كده برضو العلاقة مش محددة. انتم عارفين كويس ان الاخوان المسلمين قوة كبيرة ولها وزنها، ولما سندناكم ما سندناكمش الا لاننا عارفين ان المسألة بتاعتكم وبتاعتنا معاكم، وده اللي خلانا نرفض حكاية الوزراء دي. فضيلة الامام الهضيبي له رأي واضح ومحدد، قرارات مجلس القيادة والحكومة ايا كان وضعها المفروض نبقى شركاء فيها. طبعا لا، مصر مش هترجع تاني للي كانت فيه. احنا لما خدنا القرار الخطير بحل الاحزاب، واللي المنتفعين هيفسروه باننا ديكتاتوريين وعايزين ننفرد بالحكم وضد الديمقراطية اللي انا طول عمري مؤمن بيها، خدنا القرار ده عشان مصر ما ترجعش للي كانت فيه، وبالتالي مش هنسمح لاي حد انه يكون واصي على مصر تاني ولا على شعبها الطيب. وأظن إن أنا قلت الكلام ده للهضيبي بالتحديد لما رفض مشاركة الإخوان في حكومة محمد نجيب. السلام. متشكرة يا شفيع على توصيلك إلي لهون. ما بقدر إلا تفضل لأني ما معي حدا ومحتاجة ارتاح. محتاجة ترتاحي ولا محتاجة تطيري من هنا بعد ما اخرج على اسامي البوليس عشان تدوري وتشوفي انور بتاعك؟ ما هم عندهم حق، البلد كل واحد فيها عايز يبقى مالك وعايز يبقى رئيس وزراء. انت احسن لك يا بنت الناس تسيبك من انور ده والشيوعيين اللي معاه، ما انت كنت معاهم قبل كده وسبتيهم ورحت مصر الحرة لما زهقتي. دول عالم فاضية فاضية وكلامهم كله اوانطة. شفيع ارجوك تركني لحالي، انا مش رح اطلع من هون غير الصبح، لاني مأكدة اني ما بقدر اوصل لانور ولا اعرف اشي عن اخباره. الله معي ومعه لحد ما بيظهر الحق وبيفرجوا عنه. انور مسكين ما بيهموش الا قضية بلده واهله المسجونين بسجن الصهاينة. ماشي ماشي يا سلوى، ولو اني برضو مش مطمن عليكي. الامر ما يسلمش طول ما انت على علاقة بالناس المشبوهين دول. صباح الخير. الرحمة من عندك يا رب، والله ما حدا غير هالخاين بيستحق السجن. سلوى صوتك ما بيعلاش، شافيا ممكن يكون لسات في الباب. انت مجروح؟ بحمد الله اني ما وجعت في ايديهم، الجرح امر بسيط. انت مش ناوي تحترميني بقى وتحترمي نفسك؟ حس على دمك بقى وانسى اصلك، مش كفايه عليك اللي انا عملته عشانك؟ عملت لي ايه يا حسره؟ هتقولي عملتك هانم ومسكنك في قصر وكتبتلك ارض؟ طز يا عنيا، طز في قصرك وطز كمان في 300 فدان العدمانين اللي كتبتهم لي. يا حسرة، ده انت اخوك كتبتهم لي من هنا والحكومة خدت ارضك كلها من هنا، وطبعا فلوس ارضي لازم نعيش بيها احنا الاتنين. يبقى انا كسبت ايه يا الدلعادي؟ لا يا حبيبي، الارض دي تمن الليالي الحلوة اللي انا عيشتها لك.
وخلاص كفاية على كده، طلعني يا محمود. والحد يا اخويا ما تفكر، انا برضو هحافظ عليك واعمل بأصلي. هروح قصر الست نبيلة بنتك، هقعد هناك ضيفة لحد ما تبعتلي ورقتي. ما انا محدش هيساعدني عليك ويقف جنبي غير ابن الاصول حضرة الضابط مدحت. بحمد الله وبشكره، جرح كتفك بسيط ورصاصة ما اثرت فيه كتير. ان شاء الله بكرة الصبح بتكون بخير. راح اقوم حضر لك عشاء مشان تاكل قبل ما تنام بالعافية. سلوى، البوليس اكيد راح يجي يدور عني هون الليلة، ما بقدر استنى. راح اطلع هلا ادور على حدا بعرفه دبر لي امر طلوعي من مصر. كل اللي بدي اياه ساكو تقيل اداري بيه كتفي المجروح، لاني ما بقدر ارجع لبيتي واي مصاري تعني على امري. سلوى، ما بعرفش ان كنت راح ارجع لمصر تاني ولا لا. بحلك من وعدنا، بلاش تنتظريني سلوى، ديري بالك على حالك. ايه رايك بقى في النكته دي يا امينه هانم؟ يوجتك ايه يا خليل بيه، ضحكتني. دمك خفيف موت شربات، وروحك حلوه كده وصافيه. نسيت الواحد همومه يا اخويا. انا مش عارفه ازاي يبقى واحد في لطافتك دي وابوي يتخانق معي. مين اللي هيفهم اللي زينا يا هانم؟ احنا الاتنين زي بعض، انت اقرب ما ليكي حقد عليكي عشان بقى عندك شويه اراضي ووصلت اللي انت فيه. الباشا ابو جوزك ده كان المفروض يحميكي ويساعدك بدل ما يضغطوا عليكي عشان تسلمي ارضك للحكومه. الباشا ده يظهر انه مش طبيعي، يفكرني ببابا. تمام، ايوه، بيحب اخويا الصغير اكتر مني عشان من مراته التانية، وانا ولا كاني ابنه. انا اسف ان انا خدتكم معايا في حكاوي كده، لكن كل اللي انا عايز اقوله لك يعني ان انا طول ما انا عايش على وش الدنيا مش عايزك تفكري في اي هم نهائي. بقول يا سلبي، انت يا اخويا فضلت ورانا لحد ما عرفت حكايتنا من طقطق لسلامه عليكم، ونزل ضحك وهزار والعشا ده على حسابك. انت يعني لا مؤاخذه عايز مننا ايه؟ ما انا لازم اسال، ده احنا الاتنين ولايه وملناش راجل. وبعدين معاكي يا زبيده ما يصحش كده. وبعدين يا اختي، وخليل بيه كان عمل لنا حاجه. الله، حلو قوي. الهانم طلعت زبيده، يعني انتوا لسه مش واثقين فيا. واكيد كمان انت اسمك مش امينه. اسمي وطني. الله على الاسم، وطنيه، اسم حلو. ده نغم ووش حلو وعينين حلوه ويعني. سي خليل بيه، نحن هنا بقول ايه، ناكل بقى، ده احنا داخلين على نص الليل ولسه ما تعشيناش. بسم الله. انا مش متصور اللي بيحصل ده، اكيد في حاجه غلط. انتوا قلتوا مش هتقبضوا على السياسيين الكبار في السن، وده عبد العال باشا زيدان اللي الثوره بنفسها افرجت عنه لما كان معتقل بامر ابراهيم امام. جلال، سيب حضرة الضابط يشوف شغله. الاعتقال ده علشان الثورة تؤمن نفسها ضد بلبلة الحزبيين القدام، لكن أكيد بعد كده هيفرزوا وهيعرفوا مين الكويس ومين الوحش. لا يا جدع، كان لازم يعرفوا من الأول مين كويس ومين وحش قبل ما يجوا لحد هنا عشان يقبضوا على عبد العال باشا زيدان. عبد العال باشا زيدان اللي وزع أرضه بنفسه على الفلاحين، واللي طول عمره بيناضل عشان حرية مصر. عبد العال باشا زيدان ما يتقبضش عليه يا حضره الضابط بعد ما حلم بثورتكم
ودفع عشانها عمره كله. انا حطيت لك حاجاتك كلها اللي بتحتاجها في الشنطه زي كل مره. الدنيا برد اليومين دول يا حبيبي، هتلاقي العبايه الصوف في الشنطه، ابقى احطها عليك. انا طبعا متاكد يعني انك ما نسيتيش تحطي المصحف في الشنطه وسجدت الصلاه الصبح. يا جماعه انا اسف جدا، السيد عبد العال زيدان تاريخه الوطني معروف ومشرف، لكن معلش يا ابني انا مدرك ان كل ثوره بيبقى لها اعداء، وللاسف احنا حطينا نفسنا وبايدينا في خانه اعداء الثوره. اوعى مش فايته، يستحيل. في ايه يا بركات؟ قبضوا على عبد العال زيدان زيه وزي ابراهيم عبد الهادي وزي كريم ثابت واندراوس. طب ليه وازاي؟ اقطع دراعي ان ما كان في حد وزع عليه. مفيش غير يا فريد الندل، فريد الجنايني، محدش يعملها غيره. لكن كيف يصدقوا فريد ويكتبوا تاريخ الراجل اللي مصر كلها تعرفه؟ عم بقول لك ايه مصطفى، زي ما انت جاي ناخدوه ونفروا بيه على شقه امين اخوي ونعرفوا منه اصل الحكايه ايه. ما ها لازم امين يقول لهم مين هو عبد العال زيدان. اها مصطفى جاي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم شويه. سلام عليكم يا عم بركات. سلام عليكم يا عم نوار. سلام. ايه رايكم بقى؟ اديني غيرت لبسي اهو. مليحك ده يا بنت عمالي، بس هملينا عد الجيت في اللي احنا فيه، والاهم الخلاجات اللي انت لابساها الواد سعد. سعد لو شفتيه في اي مطرح ولا كانك تعرفيه، وانت الحر عاد تكل على الله. نادي المكابي يا اسطى. اجيب لك فطار يا مصطفى، اكيد انت لسه ما فطرتش. متشكر يا سيد امين، انا ما بفطرش بدري كده. هجيب لك فايش من اللي جابته خالتي وما جات من الصعيد. اي حاجه تفكرك باصولك يا مصطفى. انا هبذل كل جهدي يا جماعه عشان ضباط مجلس قياده الثوره يعرفوا اللي حصل لعبد العال زيدان، وانا هحاول اخليهم يستثنوه من اوامر القبض على السياسيين القدام. المسألة أصلها شائكة، وطبيعي جدا يكون في حالات ما تستقيمش مع مبادئ الثورة دي. أجهزة بتشتغل وبشر فيهم الكويس وفيهم الوحش. بالعكس بقى، إحنا نعتبر دلوقتي ما أذيناش حد زي اللي بيحصل في كل الثورات. عبد العال زيدان كان عايز يعمل جرنان أمين، وما دام مفيش أحزاب معارضة يبقى المعارضة من الجرايد، ولا انتوا مش عايزين حد يعارضكم؟ بالعكس يا مبركات، المعارضه ما دام للصالح العام مش للبلبله والاثاره تبقى ضروريه. وآلام كتير بتكتب في مصر وتعارض، زي احمد ابو الفتح في المصري واحسان عبد القدوس في روز اليوسف. نيجي بقى لمصطفى. كويس قوي يا مصطفى انك في وسط المكابي كانك واحد منهم. اليهود في العالم العربي بعضهم مش يهود وبس، لا، دول يهود صهاينة بيشتغلوا لحساب إسرائيل وأحلامها في فلسطين، وإحنا فعلا عاوزين أخبارهم أول بأول في تقارير مكتوبة. أنا هعلمك تعمل التقارير دي إزاي، ومبدئيا أنت هتبعت التقارير دي في البوسطة على العنوان اللي أنا هديهولك لحد ما أقولك هتعمل إيه. وعبد العال زيدان كان ناوي يعمل جورنان إيه يا عم بركات؟ ومالك هتقولها كده زي ما تكون هتحجج مع بركات؟ انا حاشا لله نوار، انا هحقق مع عم بركات. انا بس عاوز اقول له النصيحه الواجبه اللي يقولها لعبد العال زيدان لما يخرج ويفكر يطلع الجورنان اللي هو عاوزه. واحنا ما نستنوش يا مع عال زيدان يخرج. الجورنان حدانا وهنطلعوه دلجيتي، واول حاجه هنقولوها فيه كيف يقبضوا على عبد العال زيدان.
جورنال مصر الحرة لازم يطلع النهاردة يا بركات. نوار الجرايد ما بتطلعش كده، يلزم لها تراخيص وحاجات كتير. مصر الحرة ما كانش مترخص، اللي كان مترخص صوت فلسطين. خلاص يبقوا طلعوا صوت فلسطين زي ما انتوا عاوزين. قالوا لي ولد سالم البهراني هنا. كيف امك يا ولد؟ ام الله يرحمها حصلت ابويا يا خالتي، انا عايش لوحدي. وما اتجوزتش اياك؟ لا يا خالتي ما اتجوزتش. نوار يا ولدي، الولد ده مليح وزين وقريبنا، نتجوز وبنتك زينة، وبكفاياها بقى مدرسة وعلام وخروج ودخول من دارها. صباح الخير يا بيه. يا سلوى في حاجة؟ جاي بلغت البشارة يا سيد البشوات كلهم في مصر، عبد العال زيدان خلاص بح قبض عليه امبارح بالليل. انت اللي جاي تقول لي يا حمار؟ ما انا عارف. خد ربنا يخليك يا بيه يا سيد البشوات كلهم في مصر. عينك على بقيه البيت وخصوصا الواد اللي اسمه جلال ده. عينيا يا بيه انت تؤمرني. قول يا سلوى، البنت اللي بتغني عندكم في الصاله دي اخبارها ايه؟ مين يا بيه؟ قبلتي سلوى؟ لا يا بغل، التانيه اللي باين اسمها حنان. قبلتي حنان لهلوبه يا بيه، حركه ولون بس يا خساره، حبه عيني وحدانيه، امها ست كبيره ودايما عيانه. عايز عنوانها يا بيه؟ لا 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 هبعرفه منها. يلا يلا انت دلوقتي بالسلامه. يلا ابدا عطيات. ايوه يا بيه. ادخلي المطبخ تحضري لي الفطار. صباح الخير يا فريد. صباح الخير يا ست الكل. مالك يا حبيبي؟ زعلان ليه؟ لا ابدا مش زعلان ولا حاجه، انا بس عاوز افطر، مستعجل ورايا مشوار. روحي يا بنت يلا جهزي الفطار. يلا. حاضر يا بيه. اما انت بقى يا ست الكل. ايوه. فليكي عندي مفاجاه هتسعدك قوي قوي قوي. حاجه طول عمرك كنت بتحلمي بيها. وانا نويت خلاص احققها لك. دواء يا باشا. دواء ايه ده اللي هتاخده يا باشا؟ بقى هتاخد دواء ونازلي معاك في السرايا؟ ما انا لازم اخد الدواء قبل الفطار يا نازلي هانم، انا عندي الضغط والسكر والكلى ومعدتي ما بتهضمش الا لما اخد الدواء، شيء قديم من زمان، وزاد عليه حرقة قلبي من اللي عملوه فيا. 1000 فدان خدوهم مني مرة واحدة. يا لهوي، ياخدوا أرضك يا باشا وابنك سمتحت معاهم. ومتحت هيعمل إيه بس يا نظلي هانم؟ ده لو اتكلم في حاجة زي دي مش هيسيبوه معاهم، هيطلعوه في التطهير. ده قانون بينفذوا على نفسهم ولاد الفلاحين دول. امشي انت يا خود. حاضر يا هانم. أما انت بقى يا سيد الباشا مفيش دواء. من هنا ورايح هتاكل من ايد نازلي بالصحة والعافية. ده انت ابو الغالي سمتحت. يلا هم يا جمل. نازلي صباح الفل يا نبيل. صباح الفل يا سمتحت بيه. صباح الخير. بقى يا اخويا يبقى عندك اب زي العسل كده وتخفيها عننا انا وجوزي. لازم تعرفي ان ده بيت محترم، واللي ممكن يسمح بيه بابا في بيته انا مش ممكن اسمح بيه هنا. انت فاهمة؟ اتفضلي اقعدي عشان تفطري وبعد كده تروحي على بيتك. يو هو حرام يعني ان انا اجي وقع في عرض سي الباشا طلعت وعرض سي مدحت عشان يجيبولي حقي من ابوكي؟ نبيلة حبيبتي، نازلي هانم مش هتخرج من هنا الا لما ابوكي يجي بنفسه ويعتذر لها قدامي كمان. حد يبقى متجوز ست زي دي ويزعلها ولا ايه يا مدحت؟ طبعا طبعا. طيب عن اذنك انا عندي شغل مستعجل شويه. يا يوسف انا ما كنتش ضد حد وما كنتش عايز حل الاحزاب، بالعكس انت عارف ان انا استقلت لان انا كنت عايز الاحزاب وكنت عايز ديمقراطيه، ومشينا علي ماهر لانه ما كانش مقتنع بان الاحزاب تستنى، وأغفل ذكر قرارنا بإجراء الانتخابات في فبراير. ما كنتش عايز فترة مسؤوليتنا تطول
وتبقى 3 سنين بعدها هنرجع حتما لسكناتنا. كنتش عايز حد تقضض عليه ولا نعمل اللي عملناه مع بتوع المدفعيه. اللي حصل ده كله كان ضد ارادتنا. انا عارف كويس انك يا ساري، ورغم كده انا اللي ضميتك لمجلس القياده تقديرا لدورك البطولي ليلة 23 مليون. بلد دي بلدنا كلنا، كان نفسي الاحزاب تتعاون معانا والجيش كله يبقى على قلب راجل واحد وفكر واحد. بكل اسف في ناس نسيوا البلد وفكروا في نفسهم وبس، وازاي يستنوا في الحكم او ازاي يوصلوا له لتحقيق اهدافهم الشخصيه. اللي يحاول يمس كرامه مصر او حريه مصر او مستقبل مصر محدش هيسمح له انه يبقى حر، علشان يدمر مركب كلنا راكبينها ومعانا ملايين الغلابه من العمال والفلاحين. محدش هيسمح بده يا يوسف، حتى حصلت بعض الاخطاء اللي طبيعي انها تحصل. ابقى انا مصر على استقالتي من مجلس القياده، وده حقي. انت نفسك استقلت لما لقيت المجلس ضد تمسكك بالديمقراطيه في البدايه. فعلا يا يوسف عندك حق، وللاسف مش هقدر اقولك لا. الزمن بيتحرك بسرعه حوالينا وفي حاجات كتير لازم ننجزها، مفيش وقت علشان نقف كتير عند افكارنا الخاصه واختلافنا في الراي. ولو تحب ممكن تسافر بره. ما عنديش مانع يا جمال. اهلا 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 يا سيد فريد. خطوه عزيزه يعز مقدارك يا سيد شفيع باشا. الله الله الله، ليه كده؟ طيب لازمتها ايه باشا دي بقى؟ هي مش اتلغت؟ طب ده انا كنت اول واحد بخسر اللي يقول لي يا باشا. بشاويه ايه وكلام فارغ ايه؟ ما احنا كلنا مصريين ولاد 9. تصدق بايه؟ انا اول واحد كنت بقول لاخواننا لازم الاتحاد والنظام والعمل، قبل محمد نجيب ما يقولها في مهرجان التحرير في ميدان الاسماعيليه من كام يوم. ما له مؤاخذه، لازم الاتحاد ولازم النظام ولازم العمل. بقول لك يا عم شفيع، سيبك من الاونطه القديمه بتاعتك دي لانها مش هتخيل عليا. قول لي، انت كنت عايز تطير الجدع الفلسطيني اللي اسمه انور ياسين ليه؟ انا قريت كل اللي انت كتبته عنه بالحرف. ماله؟ راجل وطني وبخاف على البلد من كل منحرف. منحرف؟ ما هم لو هيحاسبوا كل المنحرفين يا عم شفيع مش هيسيبوك انت بالذات يا انطجي. وانت مش برضو بعت ارضك وعملت شركه مع سلوى عبد القادر في الصاله بتاعتها، وعملت شركه افلام في مكتب المقاولات القديم بتاعك اللي عملته بفلوس الانجليز، وبرضو شغلته لحساب الانجليز؟ مش انت برضو عم شفيع اللي بنت لهم اغلب قاعده القنال وكسبت من وراهم الالوف؟ ما تقول لي يا فريد بيه، انت عايز مني ايه بالظبط؟ تعجبني وانت دغري يا عم شفيع. شوف يا سيدي، انا مش عايز حاجه كبيره، قرشين وهسيبهم لتقديرك انت احسن، يعني ما كل حاجه تروح. ما هو مش معقول برضو عبد العال زيدان يدخل السجن ويفضل شفيع المدبولي بره السجن عشان يغني للاتحاد والنظام والعمل. ماشي ماشي يا فريد بيه، انا تحت امرك، كل اللي انت عايزه انا تحت امرك فيه. عظيم، يبقى اتفقنا. ما قلتليش انت كنت عايز تطير انور ياسين ليه؟ هدى ارجوك اهدي. الحقيقه انا ما كنتش عايز اقول لك، لان عارف ان بابا كان دايما يجي لي كل يوم، ودلوقتي طبعا مش هيجي. يمكن لحد ما تيجي معايا تزوريه في المعتقل وانت بتمشي ان شاء الله. هدى لازم يكون عندك اراده،
الاراده. اراده ايه يا جلال؟ اراده ايه يعني اللي بتتكلم عنها دلوقتي؟ اللي عمله عبد العال زيدان للبلد دي محدش هيقدر يعمله ابدا. وفي الاخر عبد العال زيدان هو اللي اتحبس. ليه وعشان ايه وبامر مين الكلام ده؟ فريد الجنايني وشفيع مدبولي يفضلوا زي ما هما؟ فريد الجنايني الافاق يبقى هو اللي مناضل العظيم، وعبد العال زيدان هو اللي يخش السجن وتقول لي اراده؟ اراده ليه وعشان ايه؟ ما انا هو قدامك اهو مشلوله وتشلت لي بسبب بنت غبيه كلنا عطفنا عليها، وعم اداها ارضه واعترف بيها وبابنها وسماه كمان على اسم جده الكبير، عملت ايه في الاخر؟ ضربتني انا بالرصاص وهي حره طليقه وتقول لي اراده؟ مفيش اراده خلاص يا جلال، الناس كلهم وحود وظلم ونكران للجميل. لا لا يا هدى، صدقيني الزمن الجميل جاي، اكيد جاي. دخول عبد العال زيدان السجن ده اخر صفحه من صفحات نضاله اللي اتاخد فيها ظلم بسبب انتمائه الحزبي سنين طويله من غير داعي، لكن الصفحه دي كان لازم عبد العال زيدان يكتبها، بس في محاكمه واكيد الحق حيبان، وفي النهايه كل حاجه هتبقى زي ما احنا عايزين. احنا النهارده بالليل كلنا هنتقابل جماعه مصر الحره القديمه في صوت فلسطين علشان نطلع اول عدد لينا بعد الثوره، عشان نفضح الافاقين اللي زي فريد الجنايني، ونتكلم عن تاريخ الشرفاء اللي زي عبد العال زيدان. وهدى كمان هتشارككم يا جلال. يلا كفايه دلع بقى وقومي من سريرك، ولا انت استحليتي النومه فيها؟ لازم ترجعي بيتك يا هدى، ابنك محتاج لك يا حبيبتي، وانا امك يا حبيبتي محتاجه لك قوي، وجلال كمان محتاج لك، والله كلنا محتاجين لك يا هدى. حاضر يا ماما، امرك حاضر، بس اصل يعني لما اروح البيت، يعني لما عاوز حد يشيلني يوديني على الكرسي او يرجعني من الكرسي على السرير، يعني مين اللي هيعمل كده؟ يعني لما احب اخش الحمام مثلا. لو انا مكانك او ماما رقيفه مكانك كنت هتعملي معايا ولا معاها ايه؟ بقول لك ايه، انا كنت مع الدكتور دلوقتي حالا، هو قال لي ان الكلام ده كله محتاج شويه وقت صغيرين قوي. عارفه يا هدى، عايز شويه اراده قويه، وانا عارفه بنتي وعارفه ارادتها، اكيد هتمشي ان شاء الله. انا مش هسيبك الا وانت ماشيه على رجليكي هدى، عشان خاطري لازم ترجعي بيتك النهارده. حد يبقى عنده ست زي نازلي هانم ويزعلها؟ انا وعدتها انك هتيجي بنفسك تعتذر لها وترجعها. عندك حق يا طلعت باشا، انا كنت هلبس واروح لها حتى لو سعادتك ما جتش. لا مش على طول كده. انت عايز الناس يقولوا ايه؟ مشيت ضيفتي من عندي بدري كده؟ لازم تشرفني كام يوم وهي مؤنسه نبيله، وابقى تعالى يا سيدي خدها بعد كده وانتوا صافي يا لبن. لا يا طلعت باشا ارجوك، انت ما عندكش فكره انا قضيت الليله اللي فاتت دي ازاي. معلوم، ما انت لازم تحبها، ست صغيره وزي القمر. واحنا خلاص بقى راحت علينا. حب ايه بس يا طلعت باشا، يظهر انك مش فاهم حاجه. يلا حب. فين السيد محمود ادهم؟ اهو اللي على السلم ده. امال انت مين؟ ولا اعرفه. ده حيلا ابني متجوز بنته من غير موافقتي، عمري ما كنت موافق على الجواز. عايزينك معانا يا سيد محمود. عارف من ساعة ما قريت خبر القبض على عبد العال زيدان وناس كتير من الغلط، مع اني عمري ما كنت وافد بجد. يا سيد فريد السيد احمد طعيم عايز الجواب. شكرا. عفوا. صباح الخير يا سيد احمد، تحت امرك. سيد فريد، احنا قدامنا شغل شاق وصعب ولازم نجهزهم دلوقتي. هيئه التحرير دورها ملوش نهايه في تعبئه الجماهير والتصدي لتهجم الاحزاب السياسيه والاخوان والشيوعيين على الثوره. الناس يا فريد لازم تفهم اسباب كل حاجه بتحصل وعن اقتناع، لاننا بنعمل كل ده عشان الناس
مش عشان احنا يا فندم. انا عندي استعداد اشتغل 24 ساعة في اليوم من غير اكل ولا شرب لغاية ما الثورة المباركة ترسخ اقدامها وتمسك بزمام الامور. والعلم سيادتك الناس كلها بتبارك خطوات مجلس القيادة ما عدا طبعا الطبقة اللي حضرتك عارفها، طبقة المنتفعين من العهد البائد، الاقطاعيين والرأسماليين والسماسرة والخونة، كل دول يا فندم لازم يتحكموا، لازم ياخدوا جزائهم. يا سنين طويلة يا فندم وانا بحلم بثورة تعدل المايل. تصور يا فندم كنت انا وابويا وامي واخويا بنشتغل في قصر باشا كان بيفضل يرمي فضلات اكله للكلاب ويحرم خدامينه منها، واللي احنا كنا منهم. سيد فريد يا ريت نبطل نبرة الحقد دي، احنا مش جايين نحقد ولا نصفي حسابات، احنا جايين نبني عشان الكل يعيش حر وسعيد. انا اخترتك عشان تنزل للعمال مصانعهم. تحت امرك يا فندم، انا مستعد تماما. وعلى فكرة انا اعرف ناس كتير قوي في النقابات دي من ايام الحركة الشيوعية اللي كنت بقود فيها جماعة الفدائية. كنا عايزين نعرف الجماعات السياسية في مصر بتفكر ازاي. طب يلا شد حيلك وارسم خطتك. بعد اذنك يا فندم. سيد فريد بالمناسبة انت ليك اخ مقبوض عليه مع الجماعة اليسارية اللي اتمسكوا. ده صحيح يا فندم، وانا اللي قدمته بنفسي للبوليس. صحيح هو اخويا وحتة مني، لكن مصر اهم مننا احنا الاتنين. فاكر يا عبد العال؟ فاكر لما دخلنا السجن سوا من يجي 28 سنة؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. صدق الله العظيم. لا يا أحمد يا أسيوطي، الليلة مش زي البارحة ولا عمرها هتكون زيها. انا اتسجنت ظلم وغدر، انما انت اتسجنت عشان تفكيرك الغلط وطموحك المجنون. لكن انا ومحمود محبوسين دلوقتي بشكل احتياطي، وانتم كمان احنا محبوسين لحماية البلد بالانقسام حولين نفسها. لكن احنا اكيد هنخرج، اكيد. لكن انا لازم اخرج من هنا، انا ما اقدرش استنى هنا اكتر من كده. يا ناس يا ناس، انا جوز بنتي من الضباط الاحرار، قولوا له طلعني من هنا عشانه وعشان بنتي المسكينه وعشاني. ايوه 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 محمود، اهدى بس، اهدى اهدى اهدى. بقولك ايه، انت اذا كنت قلقان من اللي ممكن نظلي تعمله عند طلعت مع جوز بنتك طلقها. اسمع كلامي، طلقها، اخلص من المستنقع اللي رميت نفسك فيه ده. سيد عبد العال تسمح لي ارسمك؟ من زمان وانا نفسي ارسمك. أوي أوي يا ابني، خالص بس أرجوك يا ابني بلاش حكاية سيد عبد العال. قول لي يا عمي، أبوك بالنسبة لي مش مجرد مستخدم، لأ ده النهاردة كان حيموت نفسه وهم جايين يقبضوا عليا. أبوك ده بالنسبة لي زيه زي نافع وزي إبراهيم الله يرحمهم جميعا. ايه ده؟ انا ما تعرضتش بسيادتك يعني. احمد الرفاعي يساري مصري، حبيت الشيوعية وامنت بيها لاني حبيت الفلاحين بهدومهم المقطعة في عز الشتاء وغرزة رجليهم في طين ارض مش بتاعتهم. الضباط غلطوا لما صنفونا وسط اعدائهم، الا اذا كانوا مش مؤمنين بان الفلاحين والعمال مش هتتحل مشكلتهم الا بالشيوعية. يا سيد احمد، مع احترامي ليك، العمال والفلاحين والبرجوازيين زي ما بتسموهم واي انسان على ظهر الارض مش هتتحل مشكلته غير بالحرية وسيادته على ارضه. يا عبد العال يا عبد العال، انت نازل كلام في السياسة وسيبني هتجنن. سياسة ايه بس؟ السياسة هي اللي جابتني هنا واللي طول عمري ماليش علاقة بيها إلا علشانك. يا أولاد لسه قدامكم كتير على ما تسلمونا اللي كتبتوه، لسه قدامنا تجميع حروف وشغلانة. خلاص يا خالي، مقالي أهو بعنوان حتى لا يؤخذ الشرفاء بجرائم غيرهم. المقال كله عن عبد العال باشا زداد. وأنا خلاص على وشك أهو، معرفش جلال اتأخر أوي كده ليه. الحقنا يا بركات، ايه امسيت الحروف دي هتتجمع كيف؟ وانت من امتى بتجمع حروف؟
وانت اصلا لا بتقرا ولا تكتب. بقى يا عم نوار، سيب انت عم بركات الشغل ده وريحني. اعمل ايه بقى في خالتي زاهيه اللي عايزه تجوزني بنتك؟ بقى وانا بنت ما عجبكش ولا ايه يا مصطفى؟ وتعجبوا ازاي بس يا نوار ويا شابك؟ لا اله الا الله، ما تروقي امال يا سلوى بنتي. انت مش خلاص اطمنتي من الجدع قريبكم ده اللي اسمه برهان ان انور في اسكندريه؟ الفراق مر والخوف على الاهل والاحبه امر يا بركات. عبد العال زيدان مقصر فيا سجنه، وانور قاطع فيا خروجه مثل المجرمين واللصوص. شوف يا بنتي، صارت في كل الدنيا القديمه والجديده سال فيها دم ناس كتير منهم المظلومين، بس الحمد لله الثوره في مصر بيضة، وعشان تنجح كان يلزمها شويه شديه وحزم مع اللي عايزين يقفوا في سكتها، بس خلاص البريء التحيات بتبرقه. اشتقت كتير لبيي يمه، ما بنعرف كيف احواله عند الصهاينة فيها. ترى مين عم بيدق الباب هيك؟ مي، اعطيني مي يا سيدي. ما كنت في مصر يا ابن عمار، طلعت منها من 5 أشهر لايطاليا من شان ارجع للاردن ومنها لفلسطين. ما كانش معي باسبور، قضيت ال5 أشهر في السجن بايطاليا لحد ما قدرت اهرب واجي لهون عندكم. المي يا انور. لجنه الدستور برئاسه علي ماهر انتهت من وضع الدستور، بس عشان يطبق لازم يبقى في ظل حكومه برلمانيه مع وجود الملكيه، او في ظل جمهوريه رئاسيه ونخلص بقى من اسره محمد علي. انا معاك يا جمال اننا لازم نعلن الجمهوريه ونخلص، لكن إعلان الجمهورية لازم يتم بعد إعلان الدستور في شكله النهائي. يعني الدستور هو اللي يعلن الجمهورية وباستفتاء شعبي عام مش مجلس القيادة. يا فندم الظروف مهيئة تماما دلوقتي لإعلان الجمهورية، وأي مكسب جديد لمصر حرام يتأجل لأي سبب. عموما احنا نعمل اجتماع عاجل لمجلس القيادة ونناقش الموضوع. أولا نعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة. ثانيا إعلان الجمهورية وتولي الرئيس لواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطته الحالية في ظل الدستور المؤقت الصادر في 1953. ثالثا يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار الرئيس منذ إقرار الدستور الجديد هنا القاهرة. الله أكبر الله أكبر، وعاشت جمهورية مصر حرة مستقلة، ويفك سجنك يا أبو علي زدان. شربتها نص؟ أنا شبروخ. شربتها يا مرحبا مرحبا.
ضيوف ولا ملازم؟ مفيش حد ضيف في حته من بلد يا مولانا، ده اخويا وحبيبي الشيخ محمد ابو العز، مؤلف اغاني وملحن قد الدنيا، واحنا شغلتنا ان احنا نغني لمصر واهل مصر من اسكندريه لحد اسوان. يا مرحبا، اتفضلوا اتفضلوا. وادي قاعده. امال فين شربات اعلان الجمهوريه؟ ولا البلد دي ما فيهاش شربات يا محمد ابو العز؟ الحضن حضنك يا حره والعشق